حديث أكثر عن انتخابات اللجنة الأولمبية الليبية يوم غد بإذن الله تعالى. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس مراسلنا معتز الخريف. معتز، بداية، ما هي آخر الاستعدادات للانتخابات يوم غد؟ نعم، فيما يخص آخر الاستعدادات، هو الانتخابات يعني ستجرى يوم الغد في فندق باب البحر على تمام الساعة التاسعة. الساعة التاسعة ستكون موعد لتسجيل الاتحادات التي ستحضر هذه الانتخابات، وستنطلق الانتخابات على تمام الساعة العاشرة بفندق باب البحر كما ذكرت، بحضور كافة الاتحادات المنتخبة والتي تم الاعتراف بها. الانتخابات ستجرى حسب النظام الأساسي الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. يعني حقيقة لم يتم تصريح من أي جهة من اللجنة الأولمبية على الأقل حتى بأسماء المرشحين، فما بالك بالتجهيزات التي هي تعتبر من كواليس اللجنة الأولمبية الليبية. لكن على الأقل هي استعداد، يعني الانتخابات في كل يعني حتى في الخبراء والخبيرات يعني كانت معداتها بسيطة، وبذلك الاستعدادات ستكون يعني طبيعية وبسيطة جدا وبدون أي وجود أي عرقل على الأقل. فيما يخص الانتخابات يوم الغد، ستكون على الأقل يعني مشوقة، لأن هناك أسماء كثيرة قدمت نفسها في المناصب. لعلني أذكر يعني هذه المناصب والمتقدمين إليها. منصب الرئاسة منصب الرئاسة سيقدم له السيد عصام الشريف، بالإضافة السيد محمد الزروق، أيضا السيد عصام الشريف محمد الزروق وجمال الزروق بالإضافة إلى عصام الشريف سيكونون على منصب الرئاسة. على منصب النائب الأول قدم شخص واحد وهو السيد عصام الجنين، وبذلك على الأقل هو ضمن هذا المنصب وبدون حتى الرجوع إلى التصويت. النائب الثاني يعني قدم له السيد عمر السباعي وعبد الباسط الحداد، محسن السباعي وعبد الباسط الحداد. فيما يخص الأمين العام يعني قدم إليه السيد علي صابر وخالد الزنكولي رئيس الاتحاد الليبي لكرة التنس الطاولة. الأمين العام وهو آخر المناصب يعني قدم إليه السيد أنور حسونة بالإضافة جلال حريز ومصطفى بن رابعة. يعني هذه على الأقل المناصب الخمس الرئيسية. هناك 10 أسماء حسب معلوماتنا قدمت نفسها لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية. هناك أمور كثيرة يعني تحدث الآن في الكواليس. هناك نعم، هي هذه أهم الأمور. تواصل عن قرب معتز، أعطينا أقرب نعم. الأمور اللي صايرة الآن. نعم، هذه على الأقل أهم الأمور. نعم، هناك اتصالات يعني بين يعني من يريدون تولي هذه المناصب، ولكن حسب اتصالاتنا يعني برؤساء الاتحادات، فيما يخص الرئاسه الاقرب يعني تولي ما بين السيد جمال الزروق والسيد عصام الشريف، بالاضافه الى حدود يعني ضئيله على الاقل للسيد محمد الزروق. ولكن يعني في الانتخابات لا نعلم، يعني الانتخابات لا يعني قد تحمل مفاجآت في طياتها. فيما يخص النائب الاول يعني ضمنها السيد عصام الجنين، انتخاب النائب الثاني هناك حدود اكبر للسيد عبد الباسط الحداد من محسن السباعي. الامين العام يعني فيما يخص الامين العام وامين الصندوق حقيقه الحدود متساويه بين كافه المرشحين، ولكن هناك نقاط مهمه جدا قد يعترض، قد تحدث يعني قد تطفو غدا على معتز. انا عندي فقط يعني سؤال عدم نعم. طبعا نرجع لموضوع النقاط هي، ولكن حسب التسريبات وعلاقتك طبعا بالاخوه في اللجنه الاولمبيه، من الاقرب ممكن يكون على رئاسه اللجنه الاولمبيه من خلال انتخابات الغد، او قاعد الامر يعني مش واضح ليك حتى الان؟ نعم، ان كنا سنراه الامر بشكل واقعي حسب على الاقل ليس حسب يعني حسب الاحداث الاخيره التي حصلت باللجنه الاولمبيه، اعتراض بعض الرؤساء، اعتراف يعني بعض الرؤساء الدولي بغض النظر عن الاعتراف المحلي. الاقرب هو السيد جمال الزروق، لان السيد عصام الشريف قد يحظى يعني هناك يعني خلاف حول السيد عصام الشريف على الاقل بين الاتحادات. هناك من يتخذ موقف على الاقل هو موقف يعني مبرر في وجهة نظرهم، البعض يراه غير مبرر على الأقل، من البعض يراه هو يعني هو من عرقل مسيرة الانتخابات في اللجنة الأولمبية الليبية. ولكن يعني هذا الأمر هو الذي يجعل السيد جمال الزروق هو الأقرب لتولي هذا المنصب على الأقل حسب التسريبات التي لدينا. ولكن البعض الآخر يرى بأن السيد عصام الشريف هو شخصية تستحق أن تتولى هذا المنصب، ولكن حسب الواقع الموجود الآن داخل الاتحادات، لأن هذا الأمر أمر الانتخابات هو يجري بشكل حقيقة في بعض الأحيان هو شكل
ديمقراطي ويعني يبتعد قليلا حتى على نواحي الخبرة، نواحي خبرة الشخص، وهذا ليس يعني تقليلا من خبرة السيد جمال. أهم النقاط، ولكن هذه الأمور يعني تحديدا يعني أهم النقاط التي يعني تحدثت عنها، هو هناك وجود لبعض رؤساء الاتحادات قدموا أنفسهم يعني لأمانة يعني لربما الأمين العام، وقدموا أيضا أحد أعضاء المكتب التنفيذي لعضوية مجلس الإدارة، وهذا حسب النظام القانوني. هناك أعضاء يقولون بأن حسب النظام القانوني هذا غير صحيح وغير شرعي، ولابد أن يمثل يعني عضوية مجلس الإدارة هو رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد الأولمبي، بمعنى أن أعضاء الجمعية العمومية، أعضاء مجلس الإدارة سيكونون عبارة عن 14 عضو، 5 من المناصب وهي الرئيس والنائب الرئيس، النائب الرئيس الأول والنائب الرئيس الثاني، بالإضافة إلى الأمين العام وأمين الصندوق، بالإضافة إلى 8 أعضاء من مجلس الإدارة وهم رؤساء الاتحادات الأولمبية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة من اتحاد غير أولمبي. هناك أمر آخر وأمر مهم جدا، 5 مناصب وهي التي ذكرتها، يجب أن يكون عدد الأعضاء المتولين لهذه المناصب يعني يغلب عليهم الطابع الأولمبي، بمعنى يعني يجب أن يكون هناك 3 أعضاء على الأقل هم أعضاء يعني أعضاء مرشحون من قبل اتحادات أولمبية أو هم يمثلون اتحادات أولمبية، يعني رؤساء اتحادات أو أعضاء مكتب تنفيذي، وبالإضافة إلى عضوين آخرين هم إما من الخبراء أو من أشخاص آخرين، بمعنى أن لا يجب أن يكون 3 خبراء الذي تم انتخابهم أو من الخبيرات في داخل مجلس الإدارة أو داخل تحديدا داخل الخمس مناصب الرئيسية. آخر سؤال بس، وين المكان اللي حتقام فيه الانتخابات والساعة قداش إن شاء الله، حتى الإخوة طبعا الإعلاميين ممكن يتوجهوا الانتخابات هي وتكون في تغطية لها وأهمية إن شاء الله باختصار معتز؟ نعم، حقيقة على الأقل لم نبلغ بهذا الأمر، يعني استقصينا عليه بطريقتنا الخاصة على الأقل حتى من أعضاء الجمعية العمومية. يعني الانتخاب سيكون على تمام الساعة 10، الساعة 9 إلى الساعة 10 ستكون موعد للتسجيل للجمعيات العمومية أو مندوبي الأندية، مندوبي الاتحادات وأعضاء الجمعية العمومية تحديدا، أعضاء الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية الليبية. حقيقة نتمنى أن يكون يوم الغد هو آخر، كما ذكر حتى زميل يعني الزميل أيمن، هو أخيرا يعني أن تجرى انتخابات اللجنة الأولمبية الليبية بسلام. نعم، شكرا جزيلا ليك معتز الخريف مراسل ليبيا لكل أحرار من العاصمة طرابلس، تحياتنا ليك.